أهلا سيدي الحاكم، كمستشارتك الشخصية سوف أبذل قصارى جهدي لأقدم لك المساعدة. من يرغب في محاربة المماليك مجنون؟ Dünya onu alacak kadar güçlü olandır. Dünya onu alacak kadar güçlü olan. Dünya onu alacak kadar أهلا سيدي الحاكم، كمستشارتك الشخصية سوف أبذل قصارى جهدي لقد اعتاد شعبنا العيش كبدو رحال لسنوات. أنا واثقة من هذه المدينة إن معرفة احتياجات شعبك هي الخطوة. شعبنا لا يستطيع البقاء على قيد الحياة دون طعام. اجمع الطعام من هنا. إن المصادر الغذائية الثابتة تضمن حياة رغدة لمواطنينا، وهو مفتاح نهضتنا في المستقبل. ساعدونا ساعدونا من فضل، البرابرة يهاجمون قريتي. سيدي الحاكم، دعنا نلقي نظرة خارج المدينة. قرية فقيرة مسالمة. قلبي يتألم لي. كان ذلك أسوأ. إن الوضع خطير هنا، دعنا نعود. أحسنت، أما الآن يجب علينا ترقية الأسوار لتعزيز دفاع. انظر هنا للبحث عن البرابرة. كيف تجرؤ؟ سوف تندم على. يجب أن تتم معاقبتهم. لا يوجد مكان آخر لنذهب إليه. أيها الحمقى، من يجرؤ على حدد الهدف الجديد لمساندة حلفائه. اثنان ضد واحد، لقد آخر شيء ستراه هو البريق البارد لسهامي. سيدي الحاكم، لقد أثبتت أنك قائد متميز بهذا الأداء الرائع. أنت بطل الشعب. لقد تم طرد البرابرة مؤقتا. سيدي الحاكم، يرجى متابعة المهام لاستكمال بناء المدينة. أن جهودنا قد أثمرت. قرر بعض الكرويين الانضمام إلي. سيدي الحاكم، نحن نعرف هذه الأرض مثل ظهور أيدينا، سنكون جواسيس ممتازين. سيدي الحاكم، يرجى متابعة المهام لاستكمال بناء المدينة.
حويمه.